أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الجمعيات العاملة في المملكة تخضع لأنظمة وإجراءات الدولة المعمول بها، مؤكدة أن الوزارة تشرف على سير أعمالها ومنحها التراخيص اللازمة وفق سلسلة من الإجراءات وأساليب الحوكمة المتبعة، مؤكدة على الدور الريادي الذي تقوم به الجمعيات في المملكة بمختلف مجالاتها في خدمة المجتمع من خلال تضافر الجهود فيما بينها، وما تلقاه أيضا من دعم سخي من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله وسمو ولي عهده الأمين أيده الله للقيام بمهامها على أكمل وجه. هذا وتتواصل جهود الجمعيات الخيرية في المملكة في الحد من آثار جائحة كورونا، فقامت الجمعية الخيرية في محافظة الدلم بتجهيز السلة الغذائية لتوزيعها على المستفيدين والمتضررين بالتعاون مع مبادرة حملة مجتمع واعي. المزيد من التفاصيل كان رصدها لنا الزميل عبد الحكيم السيف، نتابع احنا وياكم. أصبحت المساعدات والمبادرات التي تقدمها حكومتنا الرشيدة مضرب مثل في شموليتها ومساهمتها في تفريج كربة. الجمعية الخيرية بالدلم ضمن الجمعيات المميزة في تقديم العون وتنفيذ المبادرات التطوعية. تحتوي هذه السلة على الاحتياجات الأساسية للأسرة في هذا الشهر من الأرز والزيت والطماط، معجون الطماط والمكرونة والسكر والملح والفول وجميع ما تحتاجه الأسرة في سلة واحدة يتم تجهيزها وتوزيعها عليهم في هذا الشهر المبارك. لم تكن السلال الغذائية هي التي توزع في الجمعية فقط، بل هناك مساهمات نقدية وأخرى صحية. بالإضافة إلى السلال الغذائية تم شحن البطاقات الشرائية لجميع المستفيدين في الجمعية لثلاث مرات، وأيضا إيداع مبالغ نقدية في حسابات جميع مستفيدي الجمعية في محافظة الدلم. ضمن مبادرة مجتمع واعي أيضا وفرت الجمعية حقائب صحية يتم توزيعها على العاملين في الميدان من رجال الأمن ورجال الصحة ورجال البلدية وأيضا على العمالة الذين يعملون في الميدان. دعم ومساهمة مجتمعية من الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال متجسدين مبدأ التعاون والجسد الواحد. لا يفوتني أن أشكر جميع من ساهم ودعم مشروع السلال الغذائية من الشركات ورجال الأعمال مثل شركة أبناء محمد سعد العجلان ومؤسسة العثمان وأيضا الغرفة رجال الأعمال في الغرفة التجارية بالخرج والندوة العالمية. والجمعية ترحب بكل من يريد المساهمة ودعم هذا المشروع سواء من رجال أعمال أو من مواطنين. بقي أن نلتزم بالتعليمات ونجلس في البيوت حتى تمر هذه الأزمة بسلام. لبرنامج أخباركم عبد الحكيم السيف الدلم.